خلوني الاول اخد كابتن محمد حلمي نجم نادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر الاسبق ومدربنا الكبير. كابتن حلمي مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، ازيك ازيك يا حبيبي؟ كابتن، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله الحمد لله. الوقت انا بناقش موضوع عامل يعني تبص له من الناحيه دي تلاقي مظبوط وفي حق، تبص له من الناحيه دي تلاقي مظبوط وفي حق، فالناس محتاره. مثلا الاهلي عايز يمد عقد محمد عبد المنعم، لكن الاهلي عامل شكل معين في الارقام اللي بيديها في السنه. اللعيب بيشوف قيمته والعروض اللي بتجيله او افكاره او الكلام ده يقول لك انا اعلى من كده. فمحمد عبد المنعم فوجئنا عامل بوست يوحي انه مش متقدر. في الزمالك بدات تظهر همهمات ان الزمالك كمان عامل سقف 10 مليون 9 مليون 8 مليون كافئات عشان خاطر الازمات اللي هو فيها يعني. وشيكابالا بيجدد، اوباما بيجدد، عواد بيجدد، يعني اسماء كبيره برضو بتجدد. تبص لها من الناحيه دي تلاقي اللعيب طب لما يجي لي عقد من فاركو مثلا، مش هقول لك بقى انديه يعني ممثل الاهلي وزمالك، وتلاقيه بيديني اكتر، هل اكمل اهلي وزمالك ولا امشي؟ وفي الناحيه الثانيه الاهلي يقول لك انا لازم اعمل السقف ده عشان ما تفرطش مني، ولا اللعيب دلوقتي بيخش يساومني، والزمالك نفس الكلام عشان ما تفرطش مني في الازمات الموجوده. انت رايك ايه في القضيه دي يا كابتن؟ واسماء كبيره واسماء ملتزمه، يعني الاسماء اللي انا بقولها حتى اسماء ليست مثيره للمشاكل جوه الاهلي والزمالك. انا بتكلم في عم منعم، في معلول، في شيكابالا، في اوباما، في عواد، كلها اسماء الحقيقه ملتزمه كمان في ماتشات متالقه كمان مع الناديين. ايوه يا استاذ محمد، سامعني كده يا كابتن؟ سامعك. رايك ايه في القضيه دي؟ والله يا استاذ محمد عايز اقول لحضرتك على حاجه. اصلا الاساس من الاول كان غلط. من اول بدايه الاحتراف كان المشروع كان مش مندرس اصلا. اتعمل احتراف بلا احتراف، لعيبه كانت في الجيش ولعيبه كانت في الدراسه ولعيبه كانت بتستأذن عشان يغيبوا عن التدريب وعن ويعتذروا، وده اصلا مش موجود في عالم الاحتراف. احتراف الكرة انت محترف، يعني دي حرفتك، دي صنعتك، دي شغلتك. فكان لازم اصلا يتعمل دراسة من الاول خالص ويتعمل اساس زي كل البلاد اللي هي المحترمة، اللي هي يعني بتشتغل دايما على علم وعلى دراسات. ان انت لما تيجي تلاقي البلاد دي ان بتلاقي ان اللاعب في المستوى الاول في الدوري بتاع البلد بتاعته لها سعر وليه سقف من الى، يعني تقريبا لما بينزلوا للدرجه الثانيه بيبقى ليهم سقف برضه لكل. لكن انت العمليه انت هنا هنا مختلفه لسبب يا كابتن حلمي، اعتقد يعني احنا بنتناقش طبعا انه في البلاد دي مش زي عندنا بزراميط، يعني احنا عندنا ماشيه شويه عند شويه اصل النادي الفلاني هياخد اللعيب فانا اعلي بسرعه اخطف. يعني مفيش فكره انك بتحط ليه لفلان 20 مليون في السنه وليه فلان 15 وليه فلان 30 وليه فلان اربعه. يعني بتلاقي ان ممكن باخد الاربعه ده مستوى احسن من اللي باخد 20، بس 27 ده لما جه كان بيتخانق مع النادي الفلاني فاديته 20 عشان اغريه عشان يمضي لي. ف يعني احنا هم عندهم معيار يا كابتن مهم جدا، اللي هو اللاعب المالي النظيف، اللي هو انت ما ينفعش ميزانيتك تخسر، فانت غصب عنك ما تقدرش تخسر، فلازم تقعد طول الوقت توازن. هو عرض وطلب طبعا بره، بس انت طول الوقت ميزانيتك لو خسرت يعني مصروفاتك اكتر من ايراداتك تتعرض لعقوبات شديده جدا، منها ممكن خصم نقاط لغايه ممكن تنزل درجه ثانيه وكل الكلام، مفيش هزار. لكن انت عندك هنا تخسر تكسب ولا حد بيدق، يعني الميزانيه خسرانه 300 مليون عادي، تخسر مليار عادي، تكسب برضه مليار عادي، ما حدش بياخد باله من الكلام ده. بره ما فيش هزار في الحاجات دي. فاي حد بيختار يا كابتن حلمي يقول مثلا شبانه هيجيبه عقده ليه هديله في السنه 20 مليون 30 مليون 5 مليون يورو، كله مبني في الاخر على الميزانيه كام. احنا ما عندناش السيستم ده للاسف، يعني هو عرض وطلب في كل حته، بس هناك برضه في حاكم اسمه ما فيش حاجه اسمها ميزانيتك خسرانه، مفيش هزار. بص يا محمد، المشكله في بدايتها اصلا عمليه عناد بين الاهلي والزمالك في اختيار اللعيبه، واللي عند ده هو اللي وصل العمليه لكده. والاهلي
والزمالك بيحطوا الاسعار الايه اللي في دماغتهم، اللي هم يعني يقدروا يعملوا صفقه، يعني صفقه الموسم زي ما بيتقال. مظبوط. فعشان كده اللعيب سعره الحقيقي بيبقى قرش، بيبقى هو ممكن يخليه 5 و6 و8 و10 قروش. بس خد بالك ما تنساش ان في عندي مؤسسات دلوقتي دخلت في انا المنظومة. لسه هكمل، انا لسه هكمل تمام. لحضرتك. ف ده في الاول كانت العمليه كده، واخد بال حضرتك؟ دخل معاهم بيراميدز باستثمار، فبدا ان هو يرفع اعلى منهم، فبدا اللعيبه بالظبط. برضه يستقطب لعيبه لا بدون دراسه، برضه كلها بدون دراسه عند في الاهلي والزمالك، طبعا ومفيش اصلا مشرف عام موجود يشرف على على الكلام ده كله، ويقول لا ويحط حد ويوقف ده ويمشي ده ويقول لا انت سقفك كذا، انت حد كذا، ونلتزم بيه. مفيش التزام. فعشان كده العمليه دلوقتي، انت دلوقتي ما بني على باطل، فانت بتحصده دلوقتي فهو باطل، واخد مظبوط بال يا حضرتك كابتن، ازاي؟ مظبوط. فانت مش هتقدر تحل العمليه الا لما يكون في تدخل قوي من الدوله بالاسعار اللي هي المذهله كابتن الدولة اللي مالها؟ الناس. الدولة في الآخر أنت عندك اللوائح بس أنت اللي بتنفذش. لا انا اقول لحضرتك، معلش، ما في مراقبه ليها، وفي التزام بيها، وفي حدود، وفي جزاءات عليها، واخد بال حضرتك ازاي؟ ان انا لا، لكن احنا كمصريين لينا حلول في كل حاجه، يعني كل القوانين اللي بتطلع احنا لينا حلول ليها. كلوائح ممكن الاتحاد يعني او الانديه او الكلام ده. لا احنا عموما بصفه عامه بقى، احنا كل اللوائح اللي موجوده، بيطلع اي قانون في اي مجال، احنا لينا الحل السريع بتاعه، اللي يمشي من الخلف، مش يمشي دغري في تتحايل النور. طول الوقت، تتحايل طول الوقت. بالظبط. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي عمليه صعبه، عايزه دراسه بصراحه، لان يعني لو انت سبت، انت دلوقتي بيبتدوا دلوقتي الفتره دي ان نعمل، لا لازم نعمل سقف. طب ما كان من الاول خالص انتوا تتفقوا طب هنا تعملوا. اصبح اللاعب من حقه يشعر بالظلم. يعني بالظبط. لعيب كبير في اهلي وزمالك لما مثلا انت تقول له هتجدد بكذا، هو جاي له عرض من بيراميدز او من اي نادي تاني، مش لازم بيراميدز، جوه الدوري المصري بقت في انديه عندك بيراميدز، عندك مودرن فيوتشر، عندك فاركو، عندك انديه تقدر تدفع، وبنك الاهلي، كل الانديه انت بتدفع دلوقتي فلوس كتير. فلما انت تقول له 10 وتلاقي جاي له مثلا من بيراميدز 20، يعني اللي يخلي واحد زي رمضان صبحي يسيب النادي الاهلي ويروح بيراميدز هيبقى الفلوس، اللي يخلي يوسف اسامه نبيه بابوه بتاريخه في الزمالك ولا سيف جعفر ابوه بتاريخه في الزمالك يسيبوا الزمالك يروح بيراميدز الا عشان الفلوس، مش كده؟ ما انا هقول لحضرتك يا استاذ محمد دلوقتي برضو، في من ناحيه تانية، ان في لعيبه اذكياء، لان اسم الزمالك واسم الاهلي وجماهير الاهلي وجماهير الزمالك بيبقى ليهم عامل، والقوه الاعلاميه بتاعت الناديين ودايما متسلطه عليهم، فبيعملوا حساب كبير جدا للعمليه دي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فغير الانديه التانية، انا ممكن اخد فلوس فقط، لكن ممكن ان انا ابعد، يعني كل سنه هبعد جزء شويه، لكن الانديه الجماهيريه، الناديين الكبار، الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، هم دول اللي بيبقى اصلا جماهيرهم هيواجهوا واعلامهم. الناديين الكبار ازمات السنين اللي جايه في تجديد العقود ومد العقود وتجديد النجوم وكل الكلام ده. ما انا مع حضرتك، لكن لازم اللعيب يعمل لهم حساب في الاول، الا اذا بقى ان هو مش عامل حساب ان هو محتاج دلوقتي ان هو ياخد يعني مادة بس وفلوس بس، ويلعب ويأدي كل حاجة، لكن يعني هيتأخر كتير يعني عن تعرف ما كان موجود. تعرف يا كابتن بقت الفروق عاملة ازاي؟ يعني ممكن فروق. بص، هي صعبة، هي عملية صعبة، لازم يبقى لها حدود، ولازم يبقى لها تدخل. انت بتقول لي حقوق يعني من الدوله، ليه؟ لان الدوله ما هي المشرفه، الدوله في وزاره الشباب والرياضه، الدوله مش بتكلم على الدوله يعني فاهم فاهم ازاي، فاهم فاهم كانت فاهم مسؤوله، واخد بال حضرتك؟ لازم يحطوا ويضعوا حد ولوائح، لازم الكل يلتزم بيها، واخد بال خد حضرتك؟ بالك اصلا اللعيب برضه بيتبرجل يعني ان بمناسبه كلام حضرتك انه في لعيبه بتبقى مقدره ان هي بترتدي قميص الاهلي او الزمالك، بس الفروق يا كابتن بتبقى شاسعه. يعني انا الاهلي معاك. يبقى عامل سقف 10 12 15 مليون، الزمالك بيعمل دلوقتي نفس الفكره،
يلاقي مثلا جاي له عرض من نادي تاني في مصر 30 مليون و35 مليون و40 مليون وممكن كمان ياخد بالدولار. فتبص تلاقي اللعيب دماغه دي يعني يقول لك انا بقيت 3 سنين هلعبهم هاخد هنا اكس، ده هنا هاخد 3 اكس، يعني الثلاث في اللعيبه دماغها بتفضل بقى يا كابتن هنا، وحتى لو كمل يقول لك انا بضحي يعني خد بالك بيعتبر نفسه بيضحي كمان، يعني لو كمل في اهلي وزمالك بيعتبر نفسه كده هو بيضحي. المهم ان هي قضيه طبعا زي ما حضرتك قلت والله هي قضيه صعبه وصعبه جدا كمان بس لازم حل. بس لازم حل بس لازم حل ودلوقتي هتلاقي العمليه تايهه، لان مش كل واحد يعني بره تلاقي كل واحد واخد حقه واخد مكانته واخد حقه ماديا واعلاميا وكله، لكن احنا عندنا لا الاكثر معرفه الاكثر محبه الاكثر مش عارف ايه حاجات كتير بعيد خالص عن كره القدم. عشان كده احنا يعني لما تيجي تلاقي مصر مؤسسه ومن اساس في كل حاجه وتلاقي مصر في ترتيب بعيد عن اللي هم عملوه واللي هم بداوه واخد بال حضرتك ازاي، وفي ناس سبقونا كتير في كل المجالات مش مجال واحد مزبوطة. وده يعني صعب جدا ان انت تيجي دلوقتي يعني انت بالظبط انت بتربي ابنك على حاجات معينه فلازم تربيه وهو صغير لما يجي يكبر هتربيه ازاي؟ مش هيسمع لك خالص، فخلاص خلصت يعني. فالعمليه هتبقى صعبه جدا. انت بقى ممكن بقى يعني عايزه دراسه بالامانه، وكويس ان انتوا فتحتوا حاجه زي كده، ويا ريت طبعا ده لازم لها حل. لازم يبقى لها حل لازم، ويا ريت تكملوا فيها للنهايه لغايه ما يبقى ليها حل ولها اسس ولها مبادئ الكل يمشي عليها، واللي عايز بقى يمشي من ناحيه تانية هو حر بقى هو بيعملها يعني ايه بعيد عن الاساس اللي هو موجود. مش طبعا مش هقدر اختم معاك الا لما تقول لي ليك رؤيه للزمالك وابو سليم، وهل انت شايف الزمالك الفتره الجايه مع كابتن معتمد هيبقى يعني شكله مختلف، ولا الجمهور برضه بعد الاداء امبارح قلق شويه؟ انا اقول لحضرتك يعني انا ببارك وبدعم المعتمد والجهاز الفني ومجلس الاداره والفرقه كل يعني، ولازم كلنا نبقى وراها في الظروف الصعبه اللي هم فيها دلوقتي، لازم نقدم لهم الاعتذار والعذر يعني ان في قيد مقفول، في اصلا مشاكل كانت موجوده قبل كده، في عدم استقرار مادي موجود لسه المجلس بيحاول ان هو يوفره ليهم. الامور دي كلها اكيد هتاثر على الفرقه، واكيد يعني الكل لازم يبقى عارف الموضوع دوت. المهم هي في الفتره دي هي حته المكسب، والمكسب يعني كان موجود والحمد لله الزمالك خد 3 نقط. لازم نقف مع الفرقه وما نقلقش، وهيحصل مطبات واحنا ماشيين برضو، ولازم احنا اللي نشيل الفرقه كجمهور وكناس اداريه موجوده. فلا عادي جدا والامور عاديه جدا، والحمد لله ان احنا طلعنا بثلاث نقط في بدايه بطوله مهمه احنا متشوقين ليها، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نحصل عليها. كابتن حلمي سمعنا ان حضرتك مرشح، وانا والله يعني من جوه النادي سمعت مش يعني ان حضرتك مرشح تمسك رئيس قطاع ناشئين الفتره الجايه في الزمالك، هل حد فعلا اتكلم معاك في ده ولا ده لسه؟ لا انا لسه ما حدش اتكلم معايا بالامانه، وده انا سمعت الكلام ده من فتره وطلعت وقلت برضو ده نادي الزمالك، انا ما بقدرش اقول لنادي الزمالك اي حاجه وما بقدرش اقول له لا في اي حاجه، وبرضو قلت ان اي واحد اخطا معايا او اخطا فيا ولبس فانيله نادي الزمالك عمري ما هزعل منه وعمري ما هزعل منه، ان الزمالك اصلا انا بعشق نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك بغض النظر عن اي حاجه، واتمنى ان انا اشوف نادي الزمالك في مكانه الطبيعي في المنافسه دايما على البطولات وبيحصل على البطولات، واتمنى ان انا اشوف جمهور نادي الزمالك برضو ان هو مبسوط يعني بفرقته وبناديه. فكره النادي بتاجيل اي كلام عن التجديد لعقود النجوم لنهايه الموسم، انت مع الفكره؟ انا ما اعرفش عقود اللعيبه، هل نهايه الموسم هيبقى الموسم الجاي اخر موسم ولا في لعيبه دايما تابع نهايه الموسم ده، عواد طبعا صبحي وفتوح
ماشيكا بالا، يوسف اوباما، محمد عبد الغني، اشرف رؤى، اسماء يعني، محمود علاء. بص محمد، انا دايما الحاجات اللي هي دي الاداريه والحاجات اللي فيها تجديدات ده في مجلس اداره هو المنوط بالشغلانه ديت، واتمنى له التوفيق، واتمنى ان هو رؤيته تبقى صائبه. ممكن هو يعملها دلوقتي وتبقى رؤيه مش صائبه، وممكن بعد كده وممكن تبقى صائبه. يعني هو المسؤول عن القصه دي، تمام. اتمنى ان هو ياخد القرار الصح، واتمنى ليه التوفيق، واتمنى ان اللعيبه يعني برضه تبقى معاونه شويه للمجلس وللاداره لظروف النادي اللي احنا فيها. فالامور كلها يعني كلها يعني متشابكه مع بعضها. فيعني اتمنى يا رب كده التوفيق ان شاء الله للمجلس، وفي نفس الوقت للعيبه ان شاء الله. كابتن محمد حلمي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، طبعا مدربنا الكبير ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق.